بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج الأحواز المنسية. البعض يقول أنت تتحدث عن البرنامج في حلقات كثيرة واستضفت الكثير، ثم ماذا بعد؟ ولماذا الاستمرار؟ فالإجابة تكمن في إذا استمرت الاعتقالات، إذا استمر إبعاد الأسرى، إذا كان هناك إرهاق لذوي الأسرى، إذا كانت الإعدامات والاغتيالات مستمرة، إذا كان كبت ذوي الشهداء مستمر، إذا كان نهب ثروات الأحواز مستمر، إذا كانت هناك ممارسات لطمس الهوية العربية مستمرة، فلا تلومونا إذا استمررنا في الحديث عن هذه القضية، ولا تلومونا إذا استمرت التضحيات سواء كان من الشعب في الداخل أو من الناشطين في الخارج أو أي عمل يخدم هذه القضية، فلا زالت الأحداث مستمرة ونحن لازلنا مستمرون بعون الله وتوفيقه. كالمعتاد نبدأ بجملة من الأخبار فإلى عناوينها. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي. سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان شهيدين أحوازيين وتمنع العزاء فيهما. المنظمة الدولية الخليجية تدين اغتيال العالم الأحوازي حمزة عباس. اعتقالات في الحميدية على خلفية مظاهرة رافضة لمحو آثار الأحواز. مندوب خامنئي في الأحواز يتخوف من تفجر الأوضاع فيها. ومخابرات الاحتلال تنقل أسيرا أحوازيا إلى سجن كارون. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد التفرق بين الفخار فعجت بقلبي دماء الشباب. حذرت دائرة الاستخبارات الإيرانية عائلتي الشهيدين هاشم شعباني وهادي رشدي من إقامة أي عزاء لهما سواء في البيوت أو في أي مكان آخر. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لموقع صوت الأحواز أن مئات تجمعوا في مجالس عزاء للشهيدين ورددوا شعارات مناهضة للاحتلال. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لم تسلم جثمان الشهيدين إلى ذويهم إلى الآن. يحب صعود الجبال يعش أبد التفرق بين الفخار فعجت بقلبي دماء الشباب. أدانت المنظمة الدولية الخليجية IGO جريمة اغتيال العالم النووي الأحوازي حمزة عباس على يد مخابرات السلطات الإيرانية الثلاثاء الماضي. وطالبت المنظمة بحسب موقع الجبهة العربية لتحرير الأحواز، طالبت السلطات الاحتلال بالكف عن هذه الممارسات وإبداء حسن النية بالتحرك السريع وإجراء تحقيق شامل والكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة الناجزة. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا
فعدت بقلبي دماء الشباب. اندلعت مظاهرة في مدينة الحميدية احتجاجا على محو الآثار العربية، ومنها هدم قصر خزعل الكعبي آخر أمراء الأحواز. قوات الاحتلال بحسب موقع صوت الأحواز اعتقلت مجموعة من شباب الحميدية، منهم عمار العبيات بن قحطان ومحمود العبيداوي وقيس العطشاني وقيس العبيداوي. مصادر ذكرت أنه أفرج عن المعتقلين مؤقتا بعد نقلهم إلى سجن كارون بمبالغ مكلفة باهظة، ولا تزال محاكمتهم جارية إلى اليوم. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أعرب موسوي جزائري عضو مجلس الخبراء ومندوب خامنئي في الأحواز العربية المحتلة، أعرب عن تخوفه من تفجر الأوضاع في الأحواز. وذكر موقع المقاومة الأحوازية نقلا عن وكالة خوزنا قول موسوي جزائري: إن عدم الاهتمام بالأحوازيين وعدم وجود مشاريع تنموية مع البطالة التي أخذت طابعا مخيفا في الأحواز أدت إلى نتائج لا يحمد عقباها. وأضاف: إننا نحذر وزير المخابرات ورئيس الجمهورية من الظروف التي يعيشها المواطن الأحوازي بحد تعبيره. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. حب صعود الجبال يعش أبدا تشرك بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. يا أهلنا في دولة الأحواز، يا جنة غابت وغاب بهاؤها، يا تبغة رب طاهر الأفواز. تقع عسلوية على بعد 200 كيلو متر شرقي ميناء أبو شهر، وعلى بعد 570 كيلو متر غربي ميناء بندر عباس أو ميناء لنجة. يحد مدينة عسلوية من الشمال سلسلة جبال زاجرس، ومن الغرب قرية شيرينو، ومن الشرق قرية جاه مبارك، ويحدها الخليج العربي من الجنوب، وتزيد مساحتها عن 10,000 هكتار. ما يميز عسلوية عن باقي المدن الأحوازية الغنية بالنفط والغاز هو موقعها الاستراتيجي، فهي أولا مطلة على الخليج العربي، كما أنها في موقع متوسط بين أكثر من مكان حساس وهام، فهي قريبة من المطار الداخلي والدولي، ومتاخمة لساحة الغاز التابعة لشركة بارس الجنوبية، وهي الشركة التي تولت تطبيق مشاريع الاستيطان في عسلوية منذ عام 1998، كما أن سواحل عسلوية عميقة ومناسبة للملاحة البحرية. تتمتع عسلوية بطبيعة خلابة مثل وجود غابات حرى
التي تسكنها طيور وكائنات مائية نادرة، خاصة على خليج رأس عصبان، أو كما يسميه الاحتلال خليج نايبند. بعد أن أدركت دولة الاحتلال مميزات موقع مدينة عسلوية وما تتمتع به من طبيعة، بدأت في تنفيذ خططها الاستيطانية التفريسية، خصوصا من بعد عام 1994، ثم توسع الاستيطان وتكاثرت مشاريعه بشكل غير مسبوق، حيث وصل الاستثمار فيها إلى 20 مليار دولار، حتى أصبحت عسلوية اليوم من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط والعالم، كما استثمرت وتستثمر فيها شركات أجنبية عديدة مثل توتال الفرنسية وإنتربرايز الإنجليزية وغيرها. لكنه لم يدفع ثمن كل ذلك الاستثمار الهادف إلى ترفيه الشعب الفارسي سوى الشعب الأحوازي في عسلوية وضواحيها، فقد دمرت البيئة بشكل ملحوظ في تلك المناطق، وهجر الآلاف من المواطنين الأحوازيين، كما يزداد عدد المستوطنين الفرس يوما بعد يوم. يا أهلنا في دولة الأحواز، يا جنة غابت وغاب بهاؤها، يا تبرة بن طاهر الأفواز. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم من جديد. شاهدتم هذه المستوطنات في هذه المدينة من المدن الأحوازية، والمستوطنات تتجدد وتتسارع على أرض الأحواز، وهناك أيضا مستوطنات كثيرة في أرض البلوش، وهذه سياسة ممنهجة نتمنى أن يستوعبها الأحوازيين. طبعا هناك العديد من الأخبار التي تصلنا من داخل الأحواز، والطريقة لما يأتيني خبر من أرض الأحواز أحيلهم مباشرة إلى المراكز الإعلامية للمواقع الأحوازية، ولكن لو حصل هناك مركز إعلامي من الداخل يتواصل معنا بالأخبار فهذا لا بأس، بحيث يعني يكون في آلية نتواصل عن طريقها بطريقتنا. جيد أن يكون هناك مراكز إعلامية في الداخل، في الداخل الأحوازي. طبعا هناك بدأنا نؤسس بعض الإعلاميين داخل أرض الأحواز من ناحية يعني التوثيق، وبعض اللقاءات وبعض المقابلات وبعض الأشياء التي ستشاهدنا إن شاء الله مستقبلا. لكن المركز الإعلامي جيد أن يكون هناك بعض الأخبار الموثوقة من الأحوازيين، ونحن سنحرر الأخبار، ليس شرطا أن تكون العبارات والأخبار منمقة وجاهزة، لا، مجرد أنك تأتي بتفاصيل الخبر والخبر بشكل عام نحن سنحرر هذا الخبر ويكون جاهز بإذن الله عز وجل. طبعا يعني وصلنا أيضا هناك خبر وصل لموقع المقاومة الوطنية الأحوازية أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المهندس أسر الله نفك أسرة غازي الحيدري من سجن شيراز إلى سجن كارون في مدينة الأحواز العاصمة، ولا شك بأن المخابرات الفارسية تلجأ دائما لمثل هذه التصرفات للضغط على ذوي الأسرة، سواء كان من ناحية نفسية أو من ناحية دفع مبالغ باهظة من أجل إعادة أسراهم لسهولة الزيارة والتنقل، وهذه سياسة مستمرة، وسياسة الاعتقالات لا زالت مستمرة والله المستعان. عندنا يعني الأخبار التي عرضناها لكم في هذا اليوم لابد أن نقف مع بعضها وقفة تأمل، ويسرنا أن يكون معنا الناشط السياسي الأحوازي الأستاذ حسن راضي الأحوازي. الأستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا أستاذ أبو أصيل. حياك الله وأهلا وسهلا بك. عندنا اليوم العديد من الأخبار، نود التعليق منك أستاذ حسن بحكم متابعتك للقضية الأحوازية وأيضا للشؤون الإيرانية بشكل عام. سياسة الاحتلال ترفض تسليم جثمان شهيدين أحوازيين وتمنع العزاء فيهما، تعليق. أستاذ عبد الله، طبعا هذا الاحتلال وجرائم الاحتلال نتوقع منه كل الجرائم، وهذا يعني معروف من الاحتلال الفارسي ارتكب لحد الآن
مئات الجرائم بحق الشعب العربي الأحوازي، وهو اليوم يضيف جرائم أخرى على جرائمه، إلا وهو يعني قتل وإعدام الأحوازيين الناشطين بشكل سري، وأيضا عدم تسليم جثامينهم الطاهرة إلى أهاليهم، ومنع أهاليهم من يعني ترتيب أو تشكيل مجلس عزاء أو مجلس تأبين. حقيقة هذا له دلالات عديدة. أولا لأنه قبل كان الاحتلال الفارسي يعدم الأحوازيين علنا في الملأ العام من أجل تخويف وإرهاب الأحوازيين، حتى يعني لا يستمروا بالنضال، حتى لا يستمروا بمطالبهم بحقوقهم، حتى يخيف الشعب العربي الأحوازي، ومن ثم تشويه سمعة هؤلاء المناضلين. لكن يعقل أستاذ حسن بأن يكون هناك إعلان من مثلا الاستخبارات أو من النظام الإيراني بعدم إقامة عزاء كالذي حصل لأهالي هاشم شعباني وهادي رشدي؟ يعني يعقل أن يكون هذا إعلان لا تقيم عزاء؟ أي نعم، وهذا له مثل ما قلت أنا تأتي على هذه النقطة بالتحديد، له دلالاته. أولا النظام الإيراني بدأ يعدم سرا ولا يعدم علنا كما كان في السابق، لأنه بدأ يدرك جيدا أنه هذه الإعدامات وسياسة التخويف والإرهاب بعد لا تنفع النظام، وبعد لا تخيف الشعب العربي الأحوازي، حيث الشعب العربي الأحوازي بدأ يستقبل هكذا إعدامات يعني بهلاهل وبتقبل، ويعتبرها تضحيات من أجل الوطن، وتزيد عزم وإيمان على مواصلة نضاله. وهكذا يعني لم يسمح للأهالي أو يبلغ الأهالي بعدم تسليم أو عدم تأسيس أو تأبين الشهداء. طبعا هذا جاء بمراتب، قبل كان يسلم الجثامين ويشرط على الأهالي أن يكونون 4 و5 ليس أكثر يشيعون الجثامين إلى المقابر، وبدأ أن الشعب العربي الأحوازي يتحدى النظام ويخرج بالآلاف وبالعشرات الآلاف يشيعون الجنائز الشهداء رغم تحذير النظام الإيراني والاستخبارات. بدأ اليوم أن لا يسلم الجثامين ويشترط على الأهالي أن لا يقيمون مجالس عزاء. نعم هذا هو دين الاحتلال، كل هذا من أجل أنه لا تتبدل مراسم يعني تأبين الشهداء أو مجالس الفواتح إلى مظاهرات وإلى مطالب وإلى احتجاجات. هذا النظام يشترط على الأهالي، لكن هذا لا يوقف الشعب العربي الأحوازي وأبناء المدن والقرى الأحوازية بالتواصل. طيب مع الأهالي، قد يكون هناك والذهاب إلى أهالي الشهداء وتأبينهم وإقامة مراسم عزاء ومظاهرات ويزلات. نعم. قد يكون هناك أستاذ حسن مثل مجالس عزاء واجتماعات الأحوازين وأيضا معارضة كالذي حصل في عزاء ملا فاضل السكراني، يعني حصل هناك تجمعات حاشدة في هذا العزاء، وكان هناك تدخل من النظام الإيراني في هذه الأوساط. يعني ليش ما تسوي مثلا تتيح لي يعني أهالي هؤلاء الشهداء بإذن الله عز وجل أن يقيموا مجالس العزاء ويكونوا حاضرين بينهم، يعني إذا كان هذا الأمر يعني مفروض على الأحوازيين وعلى كل عائلة أحوازية؟ لأنه هذا النظام نظام إجرامي أستاذ عبد الله، نظام إرهابي، نظام بعيد عن الإنسانية والقيم الإسلامية بعيد. فهذا يعني شيء طبيعي أنه إذا استشهد شابا أو اقتيل أو مات بشكل طبيعي يجب أن يكون أهاليه يعملون له فواتح عزاء وغيره ويشيعونه إلى المقبرة. هذا موجود في كل العالم، لكن النظام الإيراني لأنه نظام مجرم، نظام إرهابي، نظام يخاف من الشعب العربي الأحوازي، يخاف من التجمع 5 أحوازين مع بعض، فكيف يسمح أو يقبل أنه الأحوازين يتجمعون؟ نعم حصل يعني تجمع الأحوازين ويتحدون النظام وتعاليم النظام كما حصل في الفترة السابقة، ليس فقط في مجلس عزاء أو تأبين يعني المرحوم ملا فاضل السكراني، بل حتى في مجالس تأبين الشهداء الفلاحية الذي تم إعدامهم قبل أسابيع. نعم حصل اصطدامات واشتباكات، وهذا أنه الأحوازين بدأوا يدركون يعني الحقيقة ويعرفون طريقهم ونضالهم بكل الأساليب بكل الطرق، وهم يستغلون ويستفادون كل المناسبات الدينية والإنسانية وغيرها والفواتح والأعراس، وكلها من أجل قضيتهم، استثمارها من أجل قضيتهم واستثمارها من أجل مطالبهم بحقوقهم. فهذا
نعم النظام الإيراني، نحن في حرب مع النظام الإيراني، النظام الإيراني يحاول يستغل كل فرصة وكل صغيرة وكبيرة حتى يمنعنا من المطالبة بحقوقنا من الاحتجاج، لكن الشعب العربي الأحواز سائر بإذن الله نحو يعني انتزاع حقوقه والمطالبة بحقوقه بكل الطرق وبكل الوسائل وبكل المناسبات. نعم الأستاذ حسن، مخابرات السلطات الإيرانية تغتال الخبير النووي حمزة عباس، يعني سر هذا الاغتيال يعني رجل يعمل معهم في النظام ثم بعد ذلك يتم اغتياله؟ نعم هذا صحيح، وهذا طبعا ليس المرة الأولى أنه النظام الإيراني يغتال شخصيات أحوازية ويعني بطرق أو بأخرى، وهذا بالضبط تم بالطريقة التي تم اغتيال الشهيد الشاعر أبو سرور ستار الصياحي قبل عام، وهو أيضا يعني حقنته بإبرة سامة وبعد يعني يوم أو يومين اقتيله، وهكذا أيضا هذا الشهيد العالم النووي الأحوازي بهذه الطريقة، لأنه النظام الإيراني والاحتلال الإيراني لا، لكن الرجل يعني الرجل فيما يعني سمعنا بأنه كان يعمل مع النظام، المستويات لها تأثير. نعم الرجل فيما سمعنا أنه كان يعمل مع النظام، ويعني هذه الخبرة وهذا العلم كله يخدم النظام الإيراني، يعني كيف يعني يغتال بعد ذلك؟ هو كان طبعا يعمل مع يعني هو حاصل على شهادة يعني في المجال النووي في الجامعات في جامعات بغداد في العراق، ولما رجع إلى الأحواز لم يعني تعطيه أي، النظام الإيراني لم يعطيه أي فرصة عمل هناك، وبدأ يبحث عن العمل حتى وجد فرص عمل مع الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران وتعمل في الأحواز، لكن هو بدراية وبعلم واضح من المفاعل النووية الإيرانية وبالأنشطة النووية الإيرانية، وله سفرات إلى الدول الأوروبية وآخرها إلى فرنسا، ويعمل في هذه المجال في هذا المجال، لكن لأنه لديه بعض المعلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية أولا، وثانيا لأنه أحوازي عالم أحوازي له خبرة في هذه المجال والمجالات الأخرى، وأيضا لأنه شخصية أحوازية، النظام الإيراني لا يريد أن يكون للأحوازين شخص مثل هذا أو بأي في كل المجالات، انظر إلى هذا العالم النووي تقتله إيران، الشاعر تقتله إيران، المعلم تقتله إيران، كل شخصية له تأثير وله مكانة في المجتمع الأحوازي أو في مدينة ما في مدينة ما فهو مستهدف من قبل الاحتلال، لأنه النظام الإيراني والاحتلال الفارسي يريد تصفية الشعب العربي الأحوازي من رموزه من شخصياته في كل المجالات الدينية والسياسية والإعلامية والعلمية وحتى الأدب. نعم. أستاذ حسن يعني أريد تفسير واضح، هناك بعض الرموز الأحوازية عملت مع النظام الإيراني سواء كان في الحوزات وهناك أدلة وشواهد، سواء كان يعني كهذا الخبير النووي، سواء في أعمال شتى تخدم النظام أو خدمت النظام الإيراني، وفي الأخير يكون هناك اغتيال، ما السر؟ هل هو عدم مصداقية في هذا الأحوازي، أو لأنه عربي، أو لأن يعني دار حوله شكوك مثلا قد يخترق مثلا من مخابرات عربية، أو ماذا؟ بالنسبة للنظام الإيراني يعني هذه معلومات دقيقة، أنه الاستخبارات الإيرانية تنظر للشعب العربي الأحوازي بنظرة يعني واحدة أو تقسمه إلى قسمين، هذه المعلومات دقيقة يعني وصلتنا تقارير سرية من الاستخبارات الإيرانية حين كنا نعمل في داخل الوطن، تنظر إلى الشعب العربي الأحوازي وخاصة الشباب يعني بقسمين أو بنظرتين، نظرة الخونة أو القسم الآخر المشكوك به، يعني النظام الإيراني يقسم الشعب الأحوازي قسم خونة وقسم مشكوك به، أي لا تثق بأي أحوازي حتى وإن كان عمل معهم ويكون في دوائرهم ويخدم النظام الإيراني، إذا عدم ثقة موجودة من قبل النظام الإيراني لكل الشعب العربي الأحوازي، أي الشخص الذي لا يتعاون أو المجموعات التي لا تتعاون مع إيران يعتبرون خونة، أو لا يخدم النظام الإيراني يعتبرون خونة، وتلك يعني الأقسام أو المجموعات التي تعمل مع النظام يعتبرون مشكوك بأمره وهما يحاولون تصفيته بأول فرصة ممكنة. يعني عندك الآن الشيخ كمال العلزي الأحوازي أستاذ في حوزة قم الإيرانية سابقا، ذكر في لقاء من اللقاءات في برنامج الأحواز المنسية بأنه كان يعمل مدرس هناك، لكن كان التعامل مع الأحوازيين بالرغم أنه يعني يخدم أهدافهم، لكن كان التعامل مغاير تماما للتعامل الذي يحصل مع
الفرس الموجودين هناك. نعم صحيح، وهذا طبعا إضافة على أنه النظام لا يثق بالشعب العربي الأحوازي لأن يعرفوا انتماء للأحواز وانتماء للوطن، أنه هذا النظام أيضا نظام إجرامي ونظام عنصري ينظر إلى العربي نظرة دونية مهما كان عمل مع النظام، يعني مهما كان مخلصا للنظام بدوافع يعني انخدع هذا الأحوازي أو دوافع أخرى أو غير عارف بنيات النظام الإيراني، مهما عمل مع النظام الإيراني يبغى النظام الإيراني ينظر عليه بأنه عربي ولا يستحق الاحترام كما يستحقه الفارسي أو الشخص الآخر، وهذا أن هذا ديدن النظام الفارسي الاحتلالي أنه ينظر للأحوازي بنظرة دونية وينظر له بعنوان عميل، متى بعدما تم يعني الاستفادة من عته ويتم تصفيته أو يتم طرده أو يتم التعامل معه كالآلاف من الأحوازين الذي يتعامل معهم بنظرة عنصرية لأنهم عرب لأنهم أحوازين. جميل، أنت مدير مركز الأحواز الإعلام والدراسات الاستراتيجية، بالإمكان تعمل لنا مادة قد تلقيها أنت أو يلقيها من فريق العمل معك، مادة تتحدث عن اغتيالات النظام الإيراني للأحوازيين الذين كانوا يعملون مع النظام الإيراني، يمكن يعني نحصل على مادة في هذا الموضوع؟ حاضر، خلاص هذا يعني إن شاء الله. يعني هناك أحداث كثيرة أستاذ حسن ولا يمكن أن يعني نتجاهلها حتى يعلم الشعب الأحوازي يعني خيانته مع الذين يوالونه من العرب. وأنا أعطيك مثلا الآن، يعني عندنا كان في بداية الثورة اللي يعني في الثورة في إيران ثورة الشعوب، المرحوم آية الله شبير الخاغاني هو كان عالم الدين، رجل دين معروف وله مكانة عند الشعب العربي الأحوازي، وهو كان مدرس في الحوزة العلمية وكان يتواصل مع الخميني حين كان في المنفى في العراق وفي باريس بعد ذلك، والخميني وعده حتى إذا الشعب الأحوازي يعني انتفض وانتصرت الثورة سيسلم حقوق الأحوازيين لهم كما يسلم حقوق الشعوب، لكن بعدما وصل الخميني إلى سدة الحكم وذهب السيد شبير الخاغاني إلى قوم بمعية وفد أحوازي تم يعني تم اعتقال هذا الشيخ ووضعوه في أقامة جبرية في مدينة قوم، ومن ثم بعد أشهر قليلة أعلنوا عن وفاته أي تصفيته جسديا بشكل مباشر. طبعا نحن ننتظر إن شاء الله يعني اكتمال هذه المادة. ونحن أستاذ حسن لما نتحدث عن شخص توفي وكان يعني يعمل مع النظام الإيراني أو تم اغتياله من النظام الإيراني وكان يعمل مع النظام، لا يعني تخوين هذا الرجل. يعني أنت أستاذ حسن أنت كنت تعمل مع النظام الإيراني، أستاذ محمود فلان بعض السياسيين الأحوازيين كانوا يعملون في النظام الإيراني ثم بعد ذلك اختاروا لأنفسهم طريق النجاة وطريق الطريق الصحيح بعيد عن النظام. يعني هذا لا يعني أنني أخونك أستاذ حسن لأنك كنت تعمل في النظام الإيراني. شيخ عبد الله طبعا صحيح تتفضل بي، لكن للتصحيح المعلومة أنا لم أكن يوما من الأيام أعمل مع النظام الإيراني. أنا أقصد مثلا داخل كنت مدرسا وخرجت من الأحواز، عمري كانت 26 عاما، كنت مدرس وسجنت وعذبت بسبب انتمائي لأحد التنظيمات الأحوازية والنضالي الوطني والتحرر. أنا ما أقصد يا أستاذ حسن يعني أنا يعني نعم. قصدت كمثال، وأيضا المدرس والذي يعمل في الجامعة يعني يعتبر مع النظام الإيراني يعني في وقتها. من هذا الجانب نعم معك حق أنه صحيح الأحواز هناك يعملون، لكن أنه النظام الإيراني مثل ما قلت يقوم بتصفية أي شخص له مكانة واحترام وتأثير بالشارع الأحوازي. أنا أقصد هذا يعني بداية يعني تمهيد للمادة التي ستعملها، بأن حينما نذكر اسم أنه كان يعمل مع النظام في الإيراني وتم اغتياله لا يعني تخوين هذه الأسرة أو تخوين هذا الشخص أو التشكيك فيه. صحيح. طيب ننتقل إلى محور آخر، يعني هناك مظاهرة في مدينة الحميدية احتجاج على محو الآثار العربية ومنها هدم قصر خزعل. معقولة يعني الآثار الأحوازية الموجودة يعني يتم هدمها بهذه الطريقة؟ نعم شيخ عبد الله، طبعا هناك يعني اكثر من قصور المرحوم الشهيد شيخ خزعل يعني قام النظام الايراني بهدمها، يعني قصور شيخ خزعل اللي كانت في المحمره، كانت في مدينه الاحواز، كانت في الحميديه، وكانت في المدن الاحوازيه والاماكن الاحوازيه الاخرى، قام النظام الايراني اولا باهمالها تماما، وهي مسجله في التراث الايراني على اساس هي ضمن التراث
الإيراني في دوائر التراثية تم إهمالها، وبعد ذلك تم هدمها بأساليب وتحت حجج مختلفة في مدينة الأحواز والمحمرة وغيرها، وآخر شيء في مدينة الحميدية. هذا يعني أيضا هناك أهم من هذه القصور، وأنا أقصد هي آثار حضارة إيلام الأحوازية السامية العريقة التي كانت 4000 عام قبل الميلاد كانت موجودة، ولا زالت تلك الآثار على في مدينة السوس أو شوش التاريخية، لكن النظام الإيراني تعامل مع هذه الآثار. أما سرقتها ونقلها إلى المدن الفارسية وتم تسميتها بأنها آثار للحضارة الإيرانية الفارسية، أما تدميرها وتدميرها تماما، هذا يعني أنه الإيران والنظام الفارسي كان في زمن النظام البهلوي أو قبل أو بعد يتعامل مع الأحواز أنه يطمس هوية الأحواز وتاريخ الأحواز حتى لا يكون هناك أي أثر يدل على أنه كانت هنا في هذه الأرض عن الدول وحضارات وحكومات عربية، حتى يكمل تزوير التاريخ والأرض والشعب على أساس هاي أرض إيرانية وليس لها أي صلة بحكم الأحواز العربي أو حضارات القديمة. أستاذ حسن موسوي أصبح يعني يهتم بموضوع البطالة في الأحواز، ويعني يخشى من تفجر الأوضاع الحالية في الأحواز، ونجد بأن موسوي يفتتح قناة الأحواز ويتحدث مع روحاني، ويبدو بأن له جهد في أن يتحدث روحاني باللغة العربية للخوف من الأحوازيين. يعني هذه يعني حتى من خلال تصريحه لما يقول إننا نحذر وزير المخابرات ورئيس الجمهورية من الظروف التي يعيشها المواطن الأحوازي، الأسرار التي يعني تدور حول هذا الرجل. أستاذ عبد الله، طبعا هذا الرجل يعني وأزلام النظام يعني الآخرين الموجودين في النظام هم موظفين في السلطة الإيرانية، هم يعملون ضمن أجندة إيرانية لتصفية الشعب الأحوازي ويعني منعه من الحصول على حقوقه كاملة. فيعني هناك تخوف حقيقة كبير عند النظام الإيراني من قبل يعني تخوف اتجاه الأحوازيين. لماذا؟ لأن هناك أصبحت صحوة أحوازية، هناك أصبح تصحيح بالعقيدة والفكر الأحوازي، هناك أصبحت يعني توعية كبيرة جدا، وعي متصاعد، إيمان كبير عند في قلوب الأحوازيين تجاه يعني القضية الأحوازية، وهناك تضحيات جسام، أي نهضة كبيرة أصبحت في الشارع الأحوازي، وبدأ النظام الإيراني يتخوف. هناك يعني فضائيات، عشرات الفضائيات وعشرات وسائل الإعلام الإيرانية ومئات الآلاف أو عشرات الآلاف من المعممين الصفويين يتواجدون في الأحواز ويتوافدون على الأحواز من أجل تخدير الشعب الأحوازي أو من أجل يعني تدجيل وتجهيل الشعب الأحوازي وإبعاده عن دينه الحقيقي، إبعاده عن قوميته، إبعاده عن حقوقه القومية وما شابه ذلك. هناك تخوف كبير، لكن سيد حسن الآن يعني مع هذا التخوف يعني هناك يعني أدوات يستخدمونها ومع ذلك يصرح. يعني أتى الرئيس الروحاني وألقى كلمة على الأحوازيين، افتتح قناة الأهواز، عمل أعمال كثيرة يعني سواء كان واضحة أو غير واضحة للشعب الأحوازي أو للإعلام، لكن يصرح بهذا التصريح ويخاطب رئيس الاستخبارات والرئيس الإيراني. يعني ليش هذا التصريح؟ ليش هذا التخوف الواضح؟ يعني عنده أدوات يعمل عليها يعني وأدوات قوية. صحيح، هذا يدل على يعني يدل على خطورة الوضع، خطورة وضع الاحتلال الفارسي في الأحواز، يدل على مدى الوعي يعني والتطور في قلوب وفي ضمائر وفي يعني في قلوب وفي أفكار الأحوازيين. هذا بدأت كانت التقارير سرية ترسل إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية أو إلى المؤسسات الإيرانية الرسمية من قبل الدوائر في المدن الأحوازية، وهذا قبل سنتين أو ثلاثة. تخوفهم من التصحيح الديني ومن انتشار التسنن يعني، وبعد ذلك بدأ أنه أيضا هذه التقارير ترسل إلى الإعلام وترسل إلى المسؤولين بشكل علني، يدل على خطورة الوضع
ويدل على انه الاحوازين يعني خطوا خطوات كبيره وجباره بدا النظام الايراني لا يستطيع يعني اخفاء هذه الحقائق واخفاء الحقيقه والوضع الاحوازي. فلهذا بداوا يحذرون بشكل علني، وحتى وجود يعني مجيء روحاني الى الاحواز لاول زياره له الى المحافظات كما تسمى المحافظات في داخل الايراني يدل على انه يعني تخوفهم من الشعب العربي الاحوازي اولا، وثانيا محاوله لخداع الشعب العربي الاحوازي على اساس النظام مهتم بالشعب الاحوازي وياتي لزيارات المسؤولين الكبار، لكن روحاني جاء لينفذ يعني ايضا او يكمل المشروع الاستيطاني. فبمجيء روحاني يعني نهب النظام الإيراني عشرات أو المئات من الهكتارات الأحوازية في مشروع الاستيطان ومشروع ما يسمى بغصب السكر، وهذا ما أعلن عنه روحاني في خطابته على أساس الأحوازين أو سيتم توطين أو تشغيل الآلاف من يعني الإيرانيين في الأرض ويتم زراعة هذه الأرض لا قصب السكر، وهذا يعني أنه المشروع الاستيطاني بدأ روحاني جاء روحاني ليكمله وليدشن مجموعات أو أقسام أخرى في هذا الخصوص. نعم أنه الآن في الأيام يعني حقيقة أستاذ عبد الله أنه الآن الأحوازين في موقع مهم ومهم في موقع مهم من نضالهم، تطور نضالهم كبيرا وكثيرا يعني بدون او بمعزل دعم عربي اعلامي رسمي او غير رسمي. لو قارنا نضال الشعب العربي الاحوازي وتضحياته والمكانه التي يتمتع بها الشعب العربي الاحوازي مع يعني الشعوب الاخرى في ايران او داخل ايران بوجود دعم تلك الشعوب، نراها انه القضيه الاحوازيه تطورت كثيرا وتخيف اكبر نظام اجرامي في المنطقه وهي القضيه الاحوازيه. لا. لو كانت القضيه الاحوازيه تحصل على دعم مثل ما تحصل المعارضه ما تسمى المعارضه البحرينيه التي تاخذ اوامر من النظام الايراني، او لو كانت تحصل القضيه الاحوازيه الى ربع او عشر هذا الدعم لاستطاع القضية الأحوازية يعني تتطور بسرعة كبيرة وتفرض نفسها على الداخل وعلى الإقليم وعلى الدول الكبرى وتقوم طيب. بمساعدتها. لكن رغم الطمس ورغم التعتيم ورغم الإعدامات الكثيرة ورغم جرائم الاحتلال الفارسي ورغم سكوت الدول العربية وإعلامها الرسمي وغير الرسمي، نرى أنه القضية الأحوازية تطورت بفضل تضحياتها الكبار وتطورت بفضل إيمان الأحوازيين بقضيتهم، وهذا يدل على أنه نحن نتجه نحو النصر إن شاء الله، نتجه نحو التحرير، وما دعم العربي إلا أن يسرع هذه العملية. لكن نحن مؤمنون إيمانا كاملا أنه النصر آت بفضل الدماء شهداء الأحواز وبفضل التضحيات وبفضل العمل الدؤوب وإخلاص الأحوازين إن شاء طيب. الله. أستاذ حسن، تعليق مختصر على يعني تحويل المهندس غازي الحيدري من سجن شيراز إلى سجن كارون في الأحواز العاصمة. حقيقة يعني هناك محاولات من قبل النظام الإيراني وأجهزتها الاستخباراتية القمعية، محاولات عديدة لتعذيب الأحوازيين و يعني تعذيبهم ونقلهم من مكان إلى مكان، يدل على أنه الوضع خطير، وأيضا ربما يدل على أنه الآن وضع هذا الشخص وضع خطير لا يحفظ عليه حتى حين بعد نقله إلى سجن كارون، يدل على أن هناك أمر ما خطير. يعني سجن شيراز أرحم من سجن كارون؟ نعم. سجن شيراز أرحم من سجن كارون؟ لا، ليس بهذا الأمر. ربما هناك يعني أنا تحليليا هناك ربما اعترافات جديدة أو شهادات جديدة يردون يقتلونها إلى هذا السجين، أو ربما يكون تنفيذ بحق جديد ينقلونه إلى الاستخبارات في الأحواز. يعني ليس أرحم، لكن أكيد هو سجن كارون هو أسوأ، وليس بسبب لأنه أسوأ جابوه هنا، لأنه هناك هو مبعد ولم يرحموا الأحوازين يجيبونه إلى المنطقة التي يعيش فيها أهله وهي منطقة الأحواز، بل من أجل أمر سوء لا سمح الله يريد النظام الإيراني يقوم به ضد هذا السجين الأسير أو ضد الأسراء الأحوازين الآخرين. طيب أستاذ حسن، يعني أذكر بوعدك لنا بإعداد مادة حول اغتيالات النظام الإيراني للأحوازيين الذين كانوا يعملون في النظام الإيراني، وأي يعني مساعدة من ناحية التقارير. نحن مستعدون لعمل تقرير ولو مختصر عن يعني هذه الاغتيالات وعن من تم اغتياله من قبل النظام الإيراني.
ان شاء الله تبشرون، تبشر استاذ عبد الله، وانا اشكركم على كل هذه الجهود. شكرا شكرا استاذ حسن. كان معي مدير مركز الاحواز لاعلام الدراسات الاستراتيجيه الاستاذ حسن راضي الاحواز للتعليق على اهم ما ورد من الاخبار في الاحواز المحتله. نعرض لكم الفقره الاخيره من ومضات احوازيه من برنامج الاحواز المسيه. انت من نقل يغيب سناك، انت احوزنا وتلك قرون. وطالب اللجوء هنا محترم، لكن احنا لازم نستثمر هذا الموضوع لان احنا اصحاب حق. لم تكمل الشروط التي ينبغي ان تتوفر في اللاجئ. تتوفر فيه يعني قلت لك المصداقية في الحديث. نعم. ثانيا الصدق في اعطاء الاجوبة. استاذ عبد الله المهربين يعني حقيقة لعبوا ادوار خطيرة، بالرغم ان هناك استثناءات من الناس المخلصين اللي يعني دورهم فقط قليلين جدا، هؤلاء المخلصين اللي يعملون في هذا الإطار من أجل تهريب المناظرين الأحوازيين، ودورهم يختصر فقط في هذا الإطار ولا يساعدون الناس البطرانة أو اللي عطال بطال. لا، لأن أيضا ترى بعض القنوات العربية والصفحة العربية مخترقة أمريكيا، ومن المعلوم أن أمريكا والغرب حاليا مهما قالوا فهم يؤيدون إيران وهم متفقون مع إيران. أن نقول للقناة العربية والقنوات التي تطبل له سكاي نيوز التي تطبل لروحاني، نقول لهم أما علمتم أن روحاني كان وزيرا للداخلية، وأن روحاني عندما كانت المظاهرات تجري في مكة والبراءة من المشركين في مكة أن روحاني كان وزير الداخلية. ولا ننسى كلمة محمد خاتمي أمام الأمم المتحدة بعد أحداث سبتمبر عندما قال إني أنصح العالم أن يتعامل مع الإسلام الإيراني ولا يتعامل مع الإسلام السعودي الوهابي. أيوة. أولي الأحواز إحنا مرتاحين يا أخوي. مرتاحين من ماذا؟ نضحك على برامجكم. هل لديك أبناء؟ هل لديك أبناء يا أبا عادل؟ إي نعم. وأنت عربي؟ جاهد أكلمك إنجليزي. ممتاز. إذن أبنائك يدرسون في المدارس باللغة العربية أم بالفارسية؟ نعم فارسيه. وتفتخر بذلك؟ نعم افتخر، لانك عميل للنظام الايراني. شكرا لك. الهالك الخميني في كتابه الحكومه الاسلاميه كفر الامه وكفر حكام الامه بالجمله، فهؤلاء يكابرون بالمحسوس، بل انهم في الشمس في رابعه النهار ينكرونها، لان التقيه التي هي الكذب بعينه ومينه وشينه اعتبروها 19 اسلامهم. أنا من هنا أناشد، أين واجب الدول العربية كحكومات عربية؟ وأخص هنا من الحكومات العربية الحكومات الخليجية خاصة، هي المتضرر الأول من هذا التمدد الاخطبوط الشيعي في المنطقة. في هذه الإجراءات التعسفية اللي يرتكبها النظام الإيراني الخائف ضد كل مو إيراني، ضد التركمان، ضد الأكراد خاصة، وخاصة الأكراد لأن عام 1947 صاروا دولة. نعم. وشتتوهم إلى أسجد فلجأوا إلى العراق عام 47 وشتتوا العرب في حرب عراق الإيرانية، الله ينعنهم في الدنيا وفي القيامة. خيطوا حلق الحقيقة وشلعوا عيون التشوف، خيطوا حلق الحقيقة وشلعوا عيون التشوف، ذبحوا الناطور سكت الشان ضدنا تفتحوه، افنون وفلك لعبوا لفنا وهدموا ذيك الصفوف. انت من نقلا يغيب سناك، انت احوزنا وتلك قرون. اهلا وسهلا بكم من جديد، الملتقى باذن الله في مساء الثلاثاء القادم للحديث عن اهم الاحداث والمعالم التي حصلت في وقت الاحتلال عام 1925 ميلادي بمشيئة الله عز وجل. ألقاكم بإذن الله في ذلك اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا
لا بد للحق أن ينتصر.